والدرويش الدرويش بالنور الله يلي عيد وكان اللي عنده الصالير 2000 درهم كان عنده 40000 عنده الكرا عنده الموضوع عنده بزاف ديال الحوايج ونعم الشيطان ما تبقاش تقول هذا الدرويش بلاش بلاش هذيك السيبه هذيك كتاكل غير العلف ما كترعاش راه مقوره ولدي الناس كتاكل كتعلف الشهر اللي بقى العيد الشهر اللي بقى العيد هي اللي كيتعلف ما علفتيش على دار العام ما يدير معاك حتى حاجه تما الله يهديك علاش تعلفوا على دور العام الله يهديك الا ما عندنا حنا طبيعه ما تعلفش طول العام اصاحبي تيعلفوا شهر واحد تيقرب العيد تيقرب العيد تيعلفوه مره واحده اما العام كامل كياكل غير في غير في الربيع تيرعاه ملي كيحاصدوا الفلاحه كيطلعوا تيطلقوهم يرعاو ملي كيحشوا الفاصه كيطلقوهم يرعاو وفين هاد العلف هذا حتى تاكلوا الشعير يوميا راه بزاف راه بزاف وشنو هو الفرق ما بين الحوليه والحولي عيد كبير يلا كبير والحوليه كيقول لك 50000 والحولي كيقول لك 120000 الحوليه ما كتاكلش بحال الحولي قلت 70000 راه بزاف اللهم ان هذا منكر والله حتى منكر هذا الشيء هذا والله الا هذا الشيء هذا راه منكر بالله راه غير كذب 70 مشات لحدنا وتمر العام كامل 5000 درهم 5000 درهم 5000 درهم لا ملح الصر ديالك يا الله ما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل مليح الجودة والنقاوة ما بقاش درت شي حاجة خير خير فرق كبير دار ما بين دار راسو العاد الدرويش عيد باش ما بغا ايام ربع ايام بالنسبة للثمن ولا مزيان واقع الدرويش عيد باش ما بغا ولا الثمن ديال شحال هذه ولا هاد هاد 3 ايام الاخرى بلاش 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 انا عندي 1500 يلا عطيني العيد الناس اللي عندهم السلعة ديالك كاين الناس اللي عندهم السلعة ديالك وريني وهو السوق كامل ما فيش 1500 و 2000 درهم ما كايناش كاينه كاينه صاحبي 1000 وريها ليا خروفه تعيد فين هي فين هي وريها ليا وانت خروفه قال لك دايره 56000 60000 فين هي خروفه لا خافتك والله حتى راه زعما وحق الله الشعب المغربي راه دار هكا حق الله العظيم كسب هاد الخروفه تيبيعوا فيها 26 هاد الخروفه هاد الخروفه شحال تاكل هاد الخروفه هي من نهار تزاد من كتما شحال كيت وراه كسير دابا الماكله اللي غاليه دابا راه دابا طالع الماكله طالعه طلعت البعيد هذا هو اللي كاين دابا الحاجه هي هو العلف هو الاثمان ديال العلف راه غاليه هي اللي طلعت هادشي تقرا الثمانه حتى الكساب هو تيشوف راسو ضايع وكذا تيبيع في الثمن وضايع وضايع ما كاين اللي ما تيشد فلوسه دابا راه كاين اللي دابا تيبيع ما تيشد فلوسه هو تيشد سخون جاب البهيم محل من السماعله ها شحال من كونو دار بيه راه ما شاد تيسخون فيه ما حتى واحد بغا يشري مع الدور قال لك ما كانش الحولي ديال 20000 لا لا دور الحولي ديال 20 ما كاينش هذا العام راه اللي راه حيت هو غالي من بلاصتو زياده هو داير داير 30000 25 27 30000 ديرها ديرها بلا 1000 وعاد غياكل هو كاين اللي يشري الخيل الاخر ب 40000 وعاد كلا كلا 1000 راه كلا 20000 ديال 2000 هو طالع بهذاك الثمن وما تيجي يسلس لك شي والله راه كاين علاش ما كاينش هما باقي هنا السوق ما داخلش هذا السوق راه داخلين بلايص اخرين هنا ما كاينينش شنو تبغي تقول للناس اللي بغاو يجيو يتقداو واش نقول لهم انا الثمن هما تيقول لك جار الثمن غالي وحنا الثمن ما سلكناش فيه هذا هو المشكل ما سلكناش في الثمن هو تيقول لك الثمن غالي ليا وحنا الثمن جو ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي